إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السكينة مما أجمع عليه الناس صغارا كبارا رجالا نساء منذ فجر التاريخ، منذ بدء الخليقة، البحث عن السكينة. الجميع يبحث عنها. هناك من يعتقد نزول السكينة بسبب المال، بسبب الأرزاق، بسبب المكاسب، بسبب المقامات والنياشين. هناك من يعتقد السكينة في الصحة، هناك من يعتقد السكينة في المسكن. وإن كان كل ذلك مهم مما يساعد على تحقيق السكينة والطمأنينة في دار الدنيا، وحياتنا قصيرة ولو طالت فهي أقصر من أن نقصرها. الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. فإذا كنا ننشد السكينة والطمأنينة في دار الدنيا وهي قصيرة ولو طالت، فكيف يكون حالنا حينما تبدأ رحلة الخلود؟ ورحلة الخلود تبدأ بالموت، وكلنا إلى ذلك المصير. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت علمي بعد الباب ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار. ما للناس سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار. ذكرت السكينة في آي القرآن كثيرا، ومن أمثلة ذلك ما ورد في سورة الرعد وفي سورة الفتح وفي سورة التوبة وفي سورة النساء، في العديد من السور. أختار سورة الفتح ونحن بمسجد الفتح، الآية الرابعة من سورة الفتح، يقول فيها ربنا جل جلاله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. الله هو القادر على إنزال السكينة وتوطينها في قلب المؤمنين. هو
بأمر منه، إنما أمره كما قال ربنا في سورة ياسين في الآية 82: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. وكأن السكينة عامل أساس لزيادة الإيمان، للارتقاء في مدارجه إلى أن يبلغ المؤمن الدرجة السامقة في الإيمان التي تؤهله لنيل الرضوان. ونقرأ أيضاً في سورة التوبة في الآية رقم 40، يحدثنا الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحتاج إلى السكينة في وقت اجتمعت لديه أسباب الهم وعوامل الغم، إذ هما في الغار. الآية 40 من سورة التوبة يقول فيها ربنا جل جلاله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الشعور بمعية الله مقام عال لطيف جميل جليل، كما قال ابن عطاء الله السكندري في حكمه يقول: من وجد الله فماذا فقد، من وجد الله فماذا فقد، ويكمل بعضهم: ومن فقد الله فماذا وجد. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. النتيجة: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، إلى آخر الآية 40 من سورة التوبة. إذن مطلبنا جميعاً السكينة، الطمأنينة. ما هي أسبابها؟ كثيرة. السبب الرئيس والعامل الرئيس هو الإيمان بالله. لا يمكن أن نبتغي السعادة أو السكينة أو الطمأنينة في من أنعم الله، بدليل ما قرأناه قبل حين: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. وخلاصة النبوات والرسالات تكمن في التوحيد، كما قال ربنا في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي سورة المؤمنون الآية 52: وإن قراءتان، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي سورة البقرة في الآيتين 255 256: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. والتي تأتي بعدها: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله. أتدرون لماذا؟ لأن الإيمان بالله لا بد أن يكون صافياً نقياً من جميع الشوائب، لذلك قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، النتيجة: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. بالمناسبة هذه الآية، الآية 256 من سورة البقرة، تساوي لا إله إلا الله في علم الحساب أو في علم الرياضيات أو في علم المنطق كما تشاءون. فمن يكفر بالطاغوت تساوي لا إله نفي، ويؤمن بالله تساوي إلا الله إثبات، نفي وإثبات. إذن الإيمان بالله هو العامل الرئيس من أسباب، من عوامل تحقيق السكينة. العامل الثاني
هو ذكر الله أن يموت الإنسان كما ورد في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. ربنا يقول في سورة الرعد الآية 28 ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن من أراد نزول السكينة عليه على قلبه وعلى نفسه عليه أن يكثر من ذكر الله بدليل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وأجمل الذكر وأوفاه هو الذكر الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. هو الذكر الذي يتواطأ عليه القلب واللسان ألا بذكر الله تطمئن القلوب. العامل الثالث من عوامل تحقيق السكينة الرضا بما قدر الله عز وجل وكتبه، تفويض الأمر لله جميعاً بلا استثناء، تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى والإيمان بقضائه وقدره. الدليل كما في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن فكلنا مبتلون ويبتلين الله بما يشاء متى شاء كيفما شاء، هي القواعد الأساسية في التعامل مع عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. وتأكد هذا المعنى في سورة البقرة في الآيتين 155-156 ولنبلونكم بشيء من الخوف. نحن نعيش الآن الخوف، نعيش شيئا من الخوف، البشرية كلها تعيش شيئا من الخوف مع وباء بسيط يسمى كورونا، مع هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة، زلزل الدنيا، عطل الاقتصاد، زلزل النفوس، فرق الجماعات، وقع خلل كبير في حياة الناس، وهو شيء لحسن حظنا هذا شيء. ربنا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. وهو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الأنبياء أشد الناس بلاء. إذن صفوة الخلق ابتلاهم الله عز وجل كما تعلمون، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل، ونحن سنبتلى كما قال الإمام الشافعي في رائعته في وصفته العلاجية الوقائية في قصيدته المعروفة حينما يقول دعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. لأن الإنسان حينما يستسلم لله سبحانه وتعالى يمدد يديه لله سبحانه وتعالى وامدد يديك بالله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. نعود إلى القصيد، قال دعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والسخاء يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء إلى أن يقول إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء إلى أن يقول ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بقي عاملان أذكرهما، وهناك عوامل أخرى ولكن ركزت على أهم العوامل التي تحقق لنا السكينة. العامل الرابع هو فعل الخير، عمل الصالحات.
ربنا عز وجل لم يذكر عملا صالحا بعينه، لأنه سبق في علمه أن كلا منا ميسر لما خلق له. فهناك من تنصرف همته إلى بناء المساجد، وبناء المساجد من فعل الخير، وهناك من تنصرف همته إلى خدمة المساجد وذلك من فعل الخير، وهناك من تنصرف همته إلى مساعدة الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وعيادة المرضى ومساعدة المرضى وغيرها، وهناك من تنصرف همته إلى طلب العلم ونشره، إلى تعلم القرآن وتعليمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهناك من تنصرف همته إلى الإصلاح بين الناس. إذا تنتشر الهمم كما قال ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر في ثلاث صفحات عجيبة، يعني ما ذكره في الصفحة 17 تحدث عن علو الهمة، ثم في الصفحة 143 تحدث عن علو الهمم، علو الهمم، ثم تحدث في الصفحة 241 عن ترشيد الهمم. هذه الهمم حينما ترشد تنصرف إلى البناء والتعمير، تجمع ولا تفرق، توحد ولا تشتت، تبني حضارة، تسعد الإنسان ولا تشقي. هذه الهمم، ونحن أمة الإسلام لن تبرأ ذمتنا، ذممنا جميعا كأمة وكأفراد أمام الله، إلا إذا أدينا واجباتنا الشرعية وواجبة الاستخلاف كما قال ربنا في سورة البقرة في الآية 143، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والشهادة تقتضي الحضور، لا يمكن للشاهد أن يكون غائبا ولا يمكن للغائب أن يكون شاهدا، الشهادة تقتضي الحضور لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وسيشهد لنا أو علينا كما في سورة النساء الآية 41، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذا العمل الصالحات، ربنا قال وعمل الخير في سورة الكهف في آخر آية الآية 110، ربنا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي سورة الحج الآية 77 ربنا يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فعل الخيرات والأعمال الصالحات كل ذلك من عوامل تحقيق السكينة والسعادة والطمأنينة. والعامل الأخير هو أداء الواجبات وأداء الحقوق. هناك واجبات شرعية، واجبات أسرية، واجبات اجتماعية، واجبات تثقل كواهلنا، لن تبرؤ ذممنا إلا إذا أدينا هذه الواجبات. وأداء الواجب مقدم على طلب الحقوق، أداء الواجبات مقدم على طلب الحقوق. لما؟ نحن أمة التكاليف، أداء الواجبات أكبر ضمانة لحفظ الحقوق كما قال ربنا عز وجل في سورة التوبة الآية 105، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أداء الحقوق، لا يجوز العدوان على حقوق الناس. لما؟ لأننا سنسأل يوم القيامة بدليل قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 281، وهي آخر ما أنزل عند جمهرة العلماء، الآية 281 من سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا، اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة، اللهم أنزل علينا السكينة والطمأنينة، اللهم سعدنا في الدنيا تمهيدا للسعادة الأبدية في دار القرار، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.